الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الندى، ولقائنا المتجدد كل يوم أحد من الساعة 7 إلى 8 في 60 دقيقة، وكما عودناكم دائما على الهواء مباشرة نلتقي معكم، نتحدث في أمور الحياة الزوجية، نتحدث في أمور المشاكل الأسرية، نتحدث عن أمور خاصة بتربية الأبناء، وعلى مدار ساعة يسعدنا أن نكون معكم على الهواء. وأرقام تليفوناتنا زي ما الأستاذ محمد أسامة هيحطها دلوقتي على الهواء، إحنا يعني هنتكلم عن الموضوع، لكن أي إنسان بيسمعنا أو أي إنسانة بتسمعنا وعندها سؤال تاني غير موضوع الحلقة أهلا وسهلا بيكم، لأن هدف 60 دقيقة دايما هو الغوص في مشاكل الحياة، الغوص في المشاكل النفسية، محاولة إيجاد حلول مع بعضينا لكل المشاكل الأسرية اللي إحنا بنقابلها في حياتنا. يمكن النهاردة موضوعنا مهم جدا وجالي عليه استفسارات كتيرة قوي، واتمنى انه نخلي بالنا كويس، لاني هتكلم عن موضوع يعني بتعاني منه كثير من الاسر وخصوصا المتزوجين حديثا. دايما بيجي لي احيانا السؤال كده او اسئلة متعددة، دكتور انا مش حاسة بسعادة في الحياة الزوجية، انا يا دكتور السعادة في الحياة مفتقدة تماما، انا في خلافات، ازواج كبار في السن وزوجات صغارات في السن واختلافات كتيرة بين المشاعر الإنسانية، وده موضوع حلقتنا النهاردة. يا ترى ليه اختفت السعادة في حياتنا الزوجية؟ أسباب كتير هنتكلم عنها النهاردة، ولكن معايا اتصال. أستاذة فاطمة أهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بس بعيد عن موضوع الحلقة شوية. يعني اتفضلي. أنا عندي طفلة عندها سنة وشهر، وبعدين بتقوم من النوم تتكلم وتنام تاني، الموضوع ده اتكرر معاها كذا مرة، فطبعا هي صغيرة على أن أنا أقول أن هي عندها حالة نفسية أو كده، بس أنا مش عارفة يعني ده بتتكلم بتقول كلام مفهوم ولا كلام بتقول لا بتقول مثلا تيتا ماما وتنام تاني، تقوم تعمل باي باي وتنام تاني. بصي الحاجات دي يعني على فترات متباعدة ولا كل يوم بتعمل كده؟ لا ممكن كل يوم او يوم لا، يومين او يوم لا كده. طيب يعني هسألك مجموعة اسئلة. دايما انتم مدلعينها وبتحبوها قوي وحياتها معاكم جميلة وعايشة في طفولة سعيدة ولا في خلافات؟ متدلعة شوية. وبتنام بالعافية، ما تبقاش عايزة تنام صح من كتر السعادة، عشان مش عايزة تسيب الدنيا، مش عايزة تسيب اللحظات الجميلة اللي انتوا فيها. طبعا انا بطمنك يا استاذة فاطمة، دي حالة طبيعية جدا، بعض الاطفال بيحبوا يكملوا اليوم، اسمعيني حضرتك من التلفزيون، بعض الاطفال بيبقى طفولتهم انا بسميتها حتى الطفولة السعيدة، الاب والام بيدلعوها وتيتا بتدلعها وبتعيش حكايات وروايات طول اليوم، فبتبقاش عايزة تنام عشان تكمل السعادة بتاعتها دي، فلما بتنام بيجي في عقلها الباطن بعض الحوارات سواء كانت مع ماما او مع تيتا، تطلع تبتسم تقول كلمة وتنام تاني، ده شيء طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجة، ومش حالة مرضية على فكرة، دي حالة طبيعية، لان هي عايشة جو سعادة في البيت بشكل معين، ده شيء طبيعي ما تقلقيش، وهتلاقي الامور طبيعية جدا، ومع شوية بشوية هتلاقيها ان نومها انتظم ومفيش الكلام ده، بس اطمنك ما فيهاش اي حاجة. معانا تليفون اخر، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه دكتور معلش، انا جوزي كويس وانا كويسه معاه وكل حاجه، بس بيشرب سجاير كتير وبيسمع التلفزيون كتير، وشرب السجاير انا تعبانه منه او مش عارفه اعمل ايه، وكل شويه اقول له امنع السجاير يقول لي هحاول، فانا مش عارفه اعمل ايه. انت خايفه على صحته؟ ايوه يا دكتور. هو صحته يعني بيتأثر بشرب السجاير جامد، بيبقى عصبي مثلا، بيحصل بيتعب كتير، بيتنفس، بيشخر وهو نايم، يعني في مشاكل مؤذية كتيرة يعني؟ لا يا دكتور، هو بيشرب سجاير كتيرة بس هو الآن بيبقى تعبان، لأنه يعني مسؤولية كبيرة عليه، أو يعني في بنا منزل كبير يعني وكده، فأنا مش عارفة يعني بسبب الموضوع ده. عنده أولاد؟ عنده أولاد؟ أيوه عنده 3 أطفال يعني. بيحبهم قوي؟ أولاد. الحب يعني بيحبهم قوي، بيخاف عليهم قوي؟
أو يا دكتور، وعليا أنا كمان، والحمد لله الحياة سعيدة جميل أوي. جدا. بص يا ام احمد، طالما في قصه أيوة حب جميله بينك وبينه، حاولي دايما آه. حضرتك تجيبي بعض الفواكه مكان السجاير. بصي، اللي بيشرب سجاير ده عايز البديل، بيبقى عنده ستريس معين وحاسس ان السيجاره دي، عنده احساس نفسي، طريقه تفكيره ان السيجاره دي بالنسبه له بتنفس عن غضبه، عن مشاعر سلبيه. مفيش حد بيشرب سجاير عن مشاعر فرح وانه فرحان انه بيشرب سجاير، هو بيحاول يا دكتور هو انه دايما، اسمعيني بس وطبقي اللي بقول لك عليه، دايما جيبي له فول، لب، المسليات دي حاولي تبدليها شويه بشويه. قولي له ايه، صحتك عندنا، احنا يهمنا صحتك، احنا يهمنا ان انت تكون عايش معانا طبيعي، انا خايفه عليك. شويه شويه بالتدليل وبالحنان وبالدلع هيبدا، مش عايز اقول لك انه مره واحده هيبطل، بس شويه بشويه، مش زرار هتدوسي عليه هتقولي له بطل ما انا هيبطل. عارفه يا دكتور، نعم، عارفه وفاهمه وبقول بعمل كل اللي انت بتقوله لي ده، بس وبيحصل. هو يعني ما كانش بيشرب، بيقولوا ما كانش بيشرب قبل الجواز فشرب بعد الجواز، فانا محتاره يعني مش عارفه اعمل ايه وانا اللي قلت له يعني ده فين بصي يا ام ناس احمد، كتيره بتشرب سجاير. طريقه كلامك فيها يأس. انا عايز اقول لكل المشاهدين، لما نيجي ندعم سلوك ايجابي، وفهميني كويس قوي، وانت بتتكلمي مع زوجك او بتتكلمي مع ابنك عشان تعدلي سلوك، هو بيقرا عينيكي وبيقرا تصرفاتك. لو هو شايف ان انت مقهوره وزعلانه وحزينه وحاسه ان انت هتفشلي معايا في هذا الموضوع، ما بيقتنعش. خلي عندك اراده واصرار، وخلي بالك الإرادة والإصرار بيعملوا، يعني بيكون ليهم مدى كبير جدا على التأثير النفسي، إن ده خطر. إنه تذكري له إنه حد من الجيران جاله مشكلة فظيعة بسبب السجاير، إن السجاير لما بتشربها في البيت ابنك هيجيله حساسية، حبيبك ابنك، إن هم أولادك لما يشوفوك مش هينفع تقول لهم بطلوا تشربوش سجاير وأنت بتبطل، أنت لازم تكون قدوة ليهم، بس بحب، بحنان. هو ممكن يكون عنده مشاكل كتيرة قوي في الحياة، حاولي تقربي له أكتر، حاولي تغيري له الجو اللي هو عايش فيها، بس طول ما أنت حاطة في دماغك إن أنت حاولتي كتير وما ينفعش يا دكتور، عمرك لو أنت حطيت في دماغك الكلام ده عمرك ما هتعمل حاجة في حياتك. خلي بالكم. معايا اتصال اخر، استاذه ايمان. مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا ازيك يا بحضرتك، دكتور؟ اهلا وسهلا يا استاذه ايمان، اتفضلي. اهلا بيك، عجبني موضوع الحلقه او بتاع حضرتك النهارده، والصراحه شجعني ان انا اتصل بحضرتك. اتفضلي، تحت امرك، اتفضلي. كنت حضرتك انت بتتكلم على الاختلافات اللي بعد الجواز وكده. ايوه. انا متجوزه بقالي سنه، وانا وجوزي حياتنا متغيره تماما تماما. بعد الجواز لقينا شويه كويسين، يعني 3 شهور. ودلوقتي اختلفنا خالص، هو اختلف كتير في معاملته، واختلف في تصرفاته، واختلف في كل حاجة. ايه، انت حسيتي بعد ما اتجوزتي مش هو الشخص اللي خطبك، مش هو الشخص اللي كان في اول الزواج، بقى شخص تاني، ولا احنا ما قعدناش مخطوبين كتير، احنا قعدنا شهرين. شهرين، تمام. فترة بس الخطوبة بعد كان الجواز بالنسبة لك انسان مناسب، ولا كنت بتضحكي على نفسك انت واهلك ان هو مش مناسب؟ لا، هو كان بصراحة إنسان مناسب، هو دلوقتي بيعرف ربنا وكده، بس مفيش طريقة حوار بينا، مفيش طريقة كلام. لما أجي أكلمه أقول له أنا مضغوط، أنا مش عارفة، يعني على طول يأثر معايا في الكلام. ما بقى يعني بعد الجواز كان على طول بنقعد ونتكلم مع بعض وكده، لكن دلوقتي لا خالص خالص. العلاقة الحميمية بينكم وبين بعض، هل هي كويسة وسوية ولا فيها مشاكل؟ لا، عادية. عادية. بس انا ما بحبش الحياه دي يا دكتور، وانا كذا مره قلت له الكلام دوت، بس هو مش عايز يفهمني. حضرتك فاهم؟ عندكم اولاد يا استاذه اماني؟ لا لسه، ما لسه، ما ربنا ما كرمناش. ان شاء الله. طب ده عامل مشكله انه انتوا في بعض الاوساط الاجتماعيه بيبداوا الاهل يتدخلوا، انتوا لسه ما انجبتوش، امتى ان شاء الله؟ انت عارفه بعض العائلات عندها المشكله دي كتير. لا يعني لا لا، هو ممكن يكون مؤثر في نفسيتي انا شويه، بس هو الموضوع عادي عنده، لان هو هي اللي كانت شايفه مش فارق معاه قوي. يعني بتتكلموا مع بعض كام ساعه في اليوم يا استاذه امين؟ ولا حتى ربع ساعه ولا نص ساعه في اليوم؟ طيب، ولا حتى 10 دقايق يا دكتور والله. ولكن قبل الزواج كنتوا بتتكلموا كتير صح؟ بعد الجواز من 24 ساعة، حتى لو هو مشي كان على طول يكلمني في التليفون، يعني على طول 24 ساعة مع بعض على التليفون، حتى لو هو مشي، حتى لو هو كان في شغله. دلوقتي لما اجي افكره بالكلام ده، ولما اجي اقول له الكلام ده يقول لي انا مش فاضي، انت عايزيني قاعد جنبك طول النهار، انا لا لا، عندي شغل.
لا انا عندي ضغوط. اسمعيني وانا هقول لك على طرق مهمة جدا نحاول مع بعض، يعني بقى ناخد ام ملك ونرجع برضو. استاذ اماني فكرني يا محمد، ربنا يخليك، لان سؤالها هو في صلب الحلقة. اهلا ام ملك. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ انا عاوزة اتلفونك لان في موضوع عاوزة اكلمك فيه. طيب سيبي نمرتك في الكنترول استاذ محمد، سيبي نمرتك وخديها من الكنترول. ماشي. اماني قالت حته مهمه قوي استاذه اماني، وده يا جماعه اللي انا دايما بقوله، انت فتره الخطوبه بتدي احلام كتيره قوي وبترسم حياه بشكل اخر لزوجتك. المراه بتبقى مشاعرها واحاسيسها رقيقه جدا، فبتصدق كل المشاعر والاحاسيس دي. انت فتره الخطوبه بتبقى عايز تدي كلام كتير ووعود كتير. بلاش وعود وبلاش مشاعر وبلاش تبذر في مشاعرك واحاسيسك اللي مش هتقدر بعد كده تديها اثناء الزواج. طيب انت بتقولي يا استاذه اماني كان كل ال 24 ساعه بيكلم بعض، ايه اللي جرى؟ بمجرد ما اتجوزتوا اختلف؟ يبقى في حاجات اختلفت بينكم وبين بعض. انا هقول لك على مجموعه من النصايح المهمه جدا اللي تخلي بالك جدا من العلاقه دي. اول حاجه المشاعر والاحاسيس. اتعاملي مع زوجي زي ما كنت تتعاملي معاه في ايام الخطوبه. خلي في بينكم وبين بعض المشاعر والاحاسيس فيها نوع من انواع التقدير والاحترام. حاولي ان انت تدلليه، حاولي ان انت تشوفي ايه الهموم اللي هو الضغوط النفسيه اللي بيقول عليها، لان الزوجه هي بمثابه طبيب نفسي للرجل. هي اللي بتقدر ان هي تخرجه من حاله الحزن وحاله الكآبه الى حاله السعاده. ايه الاكله اللي بيحبها؟ الرياضه اللي بيمارسها اتكلمي معاه عنها، الكتابات والحاجات اللي هو بيحب يقراها. اعملي بينك وبينه حوار، يعني ده سهل جدا ان انت توجدي بينك وبين زوجك حوار، لان عدم وجود حوار هو بجفاء بينكم وبين بعض، وهتختلف الحياه بينكم كتير قوي. الحاجه الثانيه مهمه قوي تخلي بالك منها يا اماني، اللي هو ذكاء المسافه بين الزوج والزوجه. ما يبقوش ايه يعني طول الوقت يعني عاملين. انا بقول في حاجه مهمه قوي دايما، مثل كده، عارفين القنفذ، حيوان القنفذ في الشتاء بيعمل ايه؟ بيبرق، بيبقى برد، ودايما حضرتك بتبقى ايه بتقرب بعضيها عشان تدفى. الكونفز بالذات انا بسميه زي الزوج والزوجه. ليه؟ لما يبقى في كنافذ كده حيوانات في الشتاء بيعملوا بيقربوا لبعض، لو قربوا لبعض قوي الشوك بيشوقوا بعض، يبقى العلاقه بينهم بتبقى وحشه. لكن لازم يبقى في ذكاء المسافه انهم يقربوا بس ما يلمسوش بعض قوي الكنافز، عشان ما يحصلش في الشتاء ايه ان هم يشوكوا بعض. برضه في الحياه الزوجيه كده، بلاش تبقى انت مفتش كرومبو رايحه له كده طالعه له في الكوبايه، جايه له في الطبق اللي بياكل فيه، بيكلم في التليفون ودانك معاه، يعني انت سامعه المحادثه اكتر ما هو، حد بعت له على الفيسبوك حاجه، الحق مش عارفين بعت لك. بلاش الحياه اللي تحسسيه ان هو محاصر من مخابرات زوجيه. لا، خليكي لا يعني خليكي اعملي ذكاء بينك وبين المسافه شويه. كمان الاحترام، الاحترام مهم جدا. بعض الازواج بيشكوا ان الحوار بينهم وبين بعض بيفتقد حته ان انا بحترم راي زوجي وهو برده ما بيحترمش رايها، فبيحصل مشاكل يا جماعه. فنخلي بالنا في ذكاء المسافه، خلي بالنا بالاحترام، نخلي بالنا من المشاعر والاحاسيس. وخلي بالك يا اماني ان وهم السعاده اللي في الزواج، ان الراجل احيانا بيعتقد والمراه ان هم يتجوزوا مع بعض يبقى كل حاجه بينهم جميله. لا، ده من اول ما بيبدا الزواج بنبدا نشوف لسه هنعمل ايه. كل واحد يحط للتاني المشاعر والاحاسيس والايه، ودايما دايما انا بقول خلي بالكم كده، اقروا كده الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعامل السيده عائشه ازاي، والسيده عائشه كانت بتعامل رسولنا ازاي. احنا في زمن متغير جدا، الراجل محتاج مشاعر واحاسيس، المراه محتاجه تقدير واهتمام وانصات، ونحط تحت الانصات ده كذا خط. معايا تليفون. استاذه السلام عليكم. عليكم السلام ام شريف، اهلا بيكي، اتفضلي. ايوه يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابن بنتي عنده سنه وخمس شهور. ايوه. حركته كتيره قوي قوي قوي، وبعدين كل شويه يضرب دماغه في الحيط، وبعدين اي حدا بيرميها يعني بطريقه ملحوظه جدا قدامه، اي حد بيفضل يضرب فيه. طيب بصي، فرط يعني. الحركه، فرط الحركه لو كان غير مؤذي بالنسبه للاطفال، ونقدر ان احنا عن طريق تمارين والعاب بفرط الحركه بنقدر ان احنا ايه نعالجه، لكن ده لازم يعتمد له رسم مخ
ويروح لدكتور مخ واعصاب علشان يشوف انتباه الحركه عنده عامل ازاي، ويشوف رسم المخ ايه اللي يبقى فيه، وبناء عليه بيتم وضع العلاج المناسب ليه. هناخد دلوقتي ساره معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، لو سمحت بس انا عندي اختي عندها حاله من العصبيه، عصبيه جدا جدا جدا، وفي كل حالاتها بتقول كلام وبعد ما بتقوله بترجع تندم عليه ندم شديد جدا. خايفه من علاقتها مع زوجها تفسد بسبب عصبيتها اللي هي المفرطه دي. دي عندها كام سنه؟ يعني عندها 23 سنه. ومتجوزة من امتى ولا لسه متجوزتش؟ من حوالي 6 شهور تقريبا. والعصبية ده شيء من زمان وهي صغيرة؟ لا. عصبية ولا لا، ما هي من زمان هي طبيعتها عصبية، ودايما هي بتتكلم يعني بأسلوب، يعني حتى لو انا شافتني بتتكلم بأسلوب مش يعني ايه مش مقصود، فكانت بتحملني كلام فوق غير المعنى المفهوم، فانا يعني اقعد اقول لها مبررات وكده، ففين يا اما تقتنع يا اما ما تقتنعش، وتغضب وتصور. حتى كانت دايما تزعل مع والدتي كتير ومع اختي ومع والدي بسبب، وتيجي ترجع تندم على كل اللي هي قالته، وتقول انا مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. هي علاقتها بربنا عامله ايه؟ نعم؟ علاقتها بربنا بتصلي وتؤدي الفرائض اللي عليها؟ اه والله، ده هي محافظه جدا على صلاتها، بس هي مشكلتها ان هي دايما يعني لدرجه ان هي صغيره تقول انا مش بدكم. اكيد بابا وماما بابا وماما كانوا بيضربوها وهي صغيره؟ الضرب العادي، ما هو انا اختها من نفس التربيه، وانا ولينا اخ تاني، بس هي المشكله أنا عايز أقول ان لك هي على حاجة. هي طبيعتها كده. البصمه النفسيه بتختلف من شخص الى شخص، يعني انت ممكن تتقبلي ضرب شخصيه تانية ما تتقبلش الضرب. هل مثلا حست بالغيره وان انت مفضلين عليها اخواتها اكتر منها؟ هي رقم كام في البيت؟ هي رقم واحد؟ هي رقم اثنين في الترتيب الاخوات، والاول اللي بيحظى باهتمام والاخير. هي انتوا ثلاثه صح؟ هي رقم اثنين وفي بعدها اثنين. وتعاملها في المدرسه كان عصبي؟ تعاملها في الـ في الـ في مع بابا وماما برضو بنفس العصبيه، ما بترفض ارائهم؟ لازم تقولي لي بالظبط ستايل حياتها بتعيش ازاي عشان نقدر نحدد هل العصبيه دي يا جماعه بسبب نشاط هرمونات معينه في جسمها، ولا العصبيه دي حاجه اكتسبتها من البيئه اللي هي عايشه فيها. يعني ممكن تكون ان العصبيه دي نتيجه احساسها بالظلم لشيء ما، او احساسها ان هي مش مفضله عند الاهل، فبتتولد عندها نوع من انواع الضغوط النفسيه اللي بتخلي تصرفاتها شويه عصبيه. ودي ليها طريقه في العلاج ودي ليها طريقه في العلاج. طب العلاج ايه بقى حضرتك؟ ما العلاج لازم تعرفه الاول هي نتيجه لايه الحاجه الضاغطه عليها. هل هي تعرضت لاسلوب معامله سيء جدا؟ هل مثلا دايما ارائها عندكم مش مدينها تقدير واحترام في البيت بطريقه معينه؟ خلي بالك الانسان يعني في بعض البشر هم طبيعتهم عندهم حساسيه عاليه جدا في طريقه التعامل مع الاخرين، وما بيتقبلوش النصيحه بشكل او باخر، وفي نفس الوقت ممكن تكون اتعرضت لضغوط نفسيه هي اللي جعلتها لكده. عايزك تقعدي معاها بالراحه وتفهميها اكتر وتقربوا لها اكتر، وكل ما اديتوها حب واهتمام واحترام هتلاقي العصبيه بتاعتها دي، لان انا اعتقد ان العصبيه دي كان من اسلوب تربيتها في البيت، كانوا دايما بيجوا عليها في حاجات معينه يا استاذه اسماء، فهماني؟ بيجوا عليها بيرفضوا لها طلبات كتيره. لو انت رحتي وشفتي طريقه التربيه كانت عامله ازاي هنعرف، لان مفيش وصفه عشان نطلع التربيه ده. التربيه بقول لحضرتك هي تربيه سويه جدا، يعني دايما الام بتربطنا العقد دايما بربنا، كل حاجه بترجعها لربنا، يعني اي حاجه، ودايما هي حتى ايه يعني مثلا كان ليها اصحاب تقول لهم لا ما تصاحبيش دي. على فكره يا جماعه كل واحد شايف من وجهه نظره شيء الاخر مش شايفها. خلي بالكم في حته لازم تعرفيها كويس قوي، ان مش كل انسان بيكون متوافق مع الذي يقدم له من اساليب في التربيه، وده الخطا. مفيش حاجه اسمها احنا كلنا كنا في بيت واحد وبنتربى نفس التربيه، لا، كل واحد فيكم مختلف وبيستجيب بشكل او باخر للاختلاف ده. اللي انت شايفاه من وجهه نظرك طبيعي هي مش شايفاه طبيعي، فلازم الاول نقدرها نحترمها نقرب ليها ونشوف الاسباب اللي كانت دفعتها لكده، واخد بالك؟ وتشوف تصرفاتها في مواقف مختلفه، لان الحاله اللي عندها لو هي حاله مرضيه مصحوبه بتشنجات مصحوبه مثلا بصرع ده موضوع تاني خالص، لكن عصبيه نتيجه سلوك في التربيه
يبقى لازم نقعد ونعمل حاجه اسمها التحليل النفسي. التحليل النفسي طب دوت اروح لدكتور اخصائي نفسي يعني اخصائي للدكتور نفسي؟ اه طبعا يعني يا ريت. بتحتاج لجلسات وكده ان هي مثلا تقدر تصالح من نفسها عشان حياتها الزوجيه. برافو عليكي. هتعمل لها تحرير مشاعر سلبيه، محتاجه جلسات ان هي تحكي وان هي تقول الاشياء اللي تعباها، لان هي عندها حاجات هي مش قايله لكم عليها. اكيد جزاك الله خيرا وشكرا شكرا شكرا لحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. أمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. نرجع لموضوعنا الاساسي، ليه اختفت السعاده في الحياه الزوجيه؟ اسباب متعدده جدا. احيانا اول سبب في اختفاء السعاده الزوجيه عدم الرضا، ان ما بيبقاش كل الطرفين راضيين بما يقدم لهم من منح، من حب، من مشاعر، من احاسيس. كل واحد عايز من التاني اكتر. لو كل واحد حاسس ان هو اخذ اكتر مما استحق من الاخر من طرفي العلاقه، الحياه بينهم هتبقى جميله جدا وسعيده جدا. لكن كل طرف حاسس انه مظلوم، كل طرف حاسس ان هو بيدي وما بياخدش، ده بيعمل الم كتير قوي في الحياه الزوجيه. نمره اتنين مهم جدا، يبقى الرضا ده مهم جدا، ان كل انسان يبقى حاسس بانه راضي عن الطرف الاخر بقدر كبير جدا. نمره اتنين اللي يمكن انا شرحتها قبل كده، ذكاء المسافه. المسافه ما بين الاثنين، ما يبقوش الاثنين داخلين في بعض ال 24 ساعه مش مدين لبعض مساحه للاشتياق، لابد ان تكون هناك مساحه للاشتياق. نمره ثلاثه، التحكم في المشاعر والاحاسيس. ناس بتفتكر انه هم طالما اتجوزوا مع بعض خلاص الحياه الزوجيه تبقى سعيده جدا ومفيش مشاكل وخلاص اتجوزنا. لا يا جماعه، ده اثناء الزواج المشاعر والاحاسيس لازم تكون، يبقى في ذكاء للمشاعر والاحاسيس. لابد ان الزوج يراعي زوجته كويس قوي، يشوف احاسيسها ومشاعرها، هي نفس النظام يشوف احاسيسها ومشاعرها. لابد من تلبيه الاحتياجات الخاصه جدا بين الازواج، هي تلبي احتياجاته الجسديه وهو يلبي احتياجاتها المعنويه، من مشاعر، من احترام، من اهتمام، من احساس، وده بيكون مهم جدا. نمره اربعه، غياب الحوار بين الزوجين واستبداله بحوار المصالح او اداره المنزل، اللي هو ايه؟ احنا يا جماعة هنودي ده مدرسة، هنعمل ايه في الشهر ده، هنجيب ايه، هنزور مين، الحوارات اللي هي ايه خاصة بمصالح الاسرة. لكن يغيب الحوار بينهم وبين بعض، اللي هو الحوار الرومانسي اللي احنا دايما مفتقدينه. وبعد كده نقول ايه، هي راحت فين الرومانسية، هو راح فين الحب بين الازواج؟ انت اللي بتضيعه، انت اللي بتضيعه بالطرق دي، ان انت بتستهلك حياتك كلها في البحث عن حوارات ذات مصلحه للاسره ماديه فقط وليست مصلحه مشاعر واحاسيس. الحاجه اللي بعد كده اللي سبب من اختفاء الحياه الزوجيه، وعلى فكره دي مهمه جدا، وده سبب انصراف للاسف الشديد الازواج عن زوجاتهم، او العكس صحيح في التفكير، اللي هو الفراغ العاطفي. عدم وجود كلمات حب وتشجيع ودعم بين الزوجين، اصبح البنك بتاع الحب اللي داخل كل واحد فيهم هما الاثنين فاضي فارغ، فللاسف الشديد مفيش اللي يملاه، فبقى في فراغ عاطفي رهيب جدا، فبقى كل واحد مستني تاني على غلطه، لان ما عندوش التاني كميه المشاعر والاحاسيس والحب اللي ممكن يغفر بيها للاخر، يغفر بيها للاخر اخطائه. خلي بالكم لان دي مهمه جدا، الفراغ العاطفي هو اللي بيسبب الخيانة الإلكترونية، الفراغ العاطفي هو اللي بيسبب اللي الراجل يقول لك عينيه زايغة، الفراغ العاطفي هو اللي بيسبب الزوجة المهملة. الفراغ العاطفي من أكثر القنابل الموقوتة في فشل الحياة الزوجية. الحاجات اللي بقولها دي مهمة جدا. نيجي لبعد كده، تدخل المحيطين في العلاقة الزوجية، تلاقي صاحبتها في جريمة بشعة بيرتكبها بعض الأزواج، هو انه يقعد يحكي اسرار بيته لاصحابه، وده من اكثر الاخطاء الرهيبه الجسيمه التي تعصف بالحياه الزوجيه. نخلي بالنا يا جماعه، نخلي بالنا كويس جدا من الحته دي. للاسف بعض الزوجات بيشتكوا وبعتلي على الجروب بتاع برامج، يقولوا لي يا دكتور احنا عندنا مشكله رهيبه جدا، ان احنا بنحس ان حياتنا الزوجيه على الهوى للاصحاب، بيحكي لهم حاجات اسرار، ده حرام شرعا وده خطأ كبير جدا. فنخلي بالنا يا جماعة
من الموضوع ده كويس قوي. الحاجات الأساسية برضو تانية، الغيرة الزائدة. الغيرة الزائدة دي دايما رجالة كتير بتتكلم يعني معايا في حتة، يا دكتور احنا عندنا غيرة غير عادية حتى من أقاربنا المقربين، ان زوجات لا يسمحنا ان احنا حتى نقوم بزيارة الأسرة، ان نقوم بزيارة أصدقائنا، طول الوقت غيرة. الغيرة دي خلي بالكم منها يا جماعة، هي احيانا مطلوبة، بس الغيرة المقبولة المعقولة. لكن الغيرة الزائدة مفيش راجل يعني بصي، الرجالة دايما، وانا اقول لك الرجالة دايما تحبي تتغيري عليه، بس غيرة خانقة لا. وانت على الطرف الاخر هتغير عليها غيرة خانقة لا. بلاش الغيرة الخانقة اللي بتحسس الطرف الاخر ان انت مش بتغير عليه بتحبه، لا. غيرة الامتلاك، والامتلاك ده شيء مش كويس في العلاقة بين الازواج. يعني انا لا مش هتروح عند بيت اهلك، انا مش هزوري اختك، لا انا بخاف عليكي اقعدي في البيت، لا ده مش خوف عليها، ده عدم ثقة في حبك ليها اصلا، ان انت عايز تمتلكها وتحركها كما تشاء، لا ده خطأ، ده خطأ كبير جدا. في نفس الوقت على الجانب الاخر انت برضو الغيرة بتاعتك يقولك اقعد مع اصحابي، اديله فرصة، امنحيه، ما تعمليش، ما تسمعيش كلام اصحابك، ايه ده يخرج مع اصحابه ويسيبك. بس انا عايز اقول حاجة، ما هو ما يخرجش مع اصحابه ويكون طول النهار والليل قاعدة هي في البيت، لا برضو لازم يخرج معاها، يعني برضو لازم يكون في عدل في الموضوع ده، عشان ما حدش يقول لك يا دكتور انت اتكلمت كويس قوي ان هم يخرجوا وازواجنا، طب احنا فين؟ لا مهم جدا انت فين، مهم جدا. الغيره مطلوبه وبقدر، لكن الغيره ايه اللي زائده عن الحد دي بتنقلب لابراض سلوكيه رهيبه جدا، واللي بنسميها بقى ايه اللي هو العصبيه الشديده والتحكم في الاخر، ودي ما بيكونش حب، وده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه. شيء اخر مهم جدا يحصل بالحياه الزوجيه، ومن ضمن اللي بيسبب نكد الحياه الزوجيه، احيانا انصراف الزوجه باهتماماتها الى احد الاشخاص من الاسره زي اختها زي مامتها، وسايبه جوزها، ده كمان لسه ده مهتم باولادها، يبقى مهتم باولادها ومهتم باسرتها وهو اخر حد. انا عايز اقول لكم الزوج زي الاطفال في الحته دي، لازم يحس بمكانه، ولازم يحس ان هو مقدر، ولازم يحس ان هو يعني له احترام وله خصوصيه. فزي ما بتدي وقت لاولادك وتدي وقت لاسرتك، لازم تدي وقت لزوجك. لانه بيحصل احيانا يا جماعه بعد فتره الزواج والانجاب يتبدا الست تهتم بابنائها وتقول لك زوجي مشغول بالشغل. خلي بالك لو انشغل عليكي كتير بعد كده هتدوري عليه مش هتلاقيه، لانك انت عودتيه على هذا الانشغال وعودتيه ده هو ما بيهتمش بيكي، وده مهم جدا. الحاجة بقى اللي هتكلم فيها برضو مهمة جدا في غياب السعادة الزوجية، ودي على فكرة بتأثر جدا في العلاقة بين الطرفين، وهي انه احد الطرفين يتخذ من رأيه ديكتاتوريا على الاخر، في ان هو بيمشي رأيه على التاني دون الرجوع اليه في كل حاجة. قرارات الشريك لابد ان احنا بنقول ايه، شركاء حياة، شريكة حياتي او شريك حياتي، يبقى لازم ياخدوا القرارات مع بعض. احنا للأسف الشديد بنلاقي احيانا الزوجة متسلطة للأسف، او الزوج متسلط. في كلتا الحالتين انا ارفض الزوجة المتسلطة وارفض الزوج المتسلط. هنكلم النهاردة اول راجل معانا في البرنامج. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يبارك لك دكتور. اتفضل يا استاذ محمود. معاك محمود السلم البحيره حبيبي. اهلا وسهلا يا استاذ محمود، اتفضل. الله يبارك لك. دلوقتي عندي جوز اختني، ابن اختني. ايوه. ابن اختني شجاوي وبيعمل مشاكل، ومرته بيقول الفاظ وحشه كده، يعني احنا ما عندناش حد بيقول الفاظ دي خالص. عنده قد ايه عمره يا استاذ محمود؟ عنده 3 سنين ونص. انت بتقول لي بيقول الفاظ وحشه قوي، خليك معايا، واحنا ما عندناش حد بيقول الفاظ كده. بيجيبها منين يا استاذ محمود؟ والله ما في حد بيقول، يعني ممكن ننزل الشارع بس الشارع يعني ما عندناش حد بردك بيقول الفاظ دي، يعني ممكن يقول الفاظ وحشه وما حدش عندنا بيقول الفاظ دي خالص. اسمعني يا استاذ محمود. اتفضل. الطفل منذ ان يولد الى 4 سنين بتتشكل شخصيته وسلوكياته، وبيلقط الكلمات بيبقى عامل زي البغبغان. هو بيجيب الكلمات ما بيخترعهاش،
يا اما قاعد قدام شاشه التلفزيون، واحنا دايما بنقول نخلي بالنا مش كل ما يقدم لاولادنا الشاشه غشاشه، مش كل برنامج محترم ولا سوي زي التلفزيونات الاخرى. يعني مثلا قناه الندى قناه حريصه جدا على ان هي ايه تجيب حاجات تفيد الانسان والمجتمع والدين وفي كل المجالات، صح؟ ربنا يبارك لك يا دكتور. ماشي، في قنوات اخرى يعني عافانا الله عنها ما بتهتمش بالحاجات المقدمه، لكن ابننا الصغير ده الجميل الثلاث سنين جاب الكلام ده منين؟ عارف هو ثلاث ونص كده، ثلاث سنين ونص او اربع سنين، لسه في مرحله تكوين. هو لو احنا راقبناه شفنا هو بيتعرض لايه. بص يا استاذ محمود، اذا عاش الرجل يعني الانسان طفل بالذات لو عاش مع جماعه بيتقنوا لغه العمل هيطلع انسان بيعمل، لو مع ناس بتتكلم كويس هيطلع انسان بيتكلم كويس. البيئه ما تعيشوش مع اوغاد وتقول انا عايز اطلعه صالح. فاهمني ولا مش فاهمني؟ البيئه بتتحكم فيه. انتوا اسره جميله، بس ممكن يكون الاب والام مثلا سايبينه عشان هم مش فاضيين فسايبينه قدام التلفزيون، ماشي، وهو بيقلب في القنوات بيتعلم ثقافات غريبه ومتعدده، يسيبوه في الشارع، يسيبوه في مكان. احنا ولادنا اهم حاجه في حياتنا، لكن نتكلم ازاي يا استاذ محمود؟ اهم حاجه مش نجيب لهم بدله كويسه ولا نجيب لهم كوتش كويس ولا نلبسه كويس وبس، لا، نعلمه كويس، نربيه كويس، نحترمه كويس. احنا للاسف بنحصر التربيه في توفير الاشياء الماديه وليس الاشياء المعنويه. تلاقي الواحد بيقول لي انا اموت يا دكتور عشان خاطر ولادي، وانا بشتغل 24 ساعه، وانت بتاكله؟ ربيه، علمه عشان يطلع كويس قوي. انا بقول لك نراقبه ونشوفه بيتفرج على ايه. نمره اتنين، نبدا معاه نظريه الثواب والعقاب. يا اسمه ايه هو الطفل؟ يا محمد. يا اسمه ايه؟ محمد، اجمل الاسماء. يا محمد، انت دلوقتي يا حبيبي لو قلت كده انت كده ايه هتبقى مش كويس، هاخد منك الحاجه اللي انت بتلعب بيها. لو انت قلت اللفظ ده مش بنقوله وما نعملش ستريس وما نضربوش، لان هو ما جابش حاجه من يعني ما قلفش، هو يا سمع يا شاف حاجه قدامه اتكلم الكلام ده. عارف هو فكرتني الشارع يا دكتور، الشارع والشارع فكرتني بحد جاي يقول لي ايه مره، جاي لي في العياده يقول لي يا دكتور انا ابني عصبي جدا انا مش عارف اعمل ايه وبيتعصب كده. قلت له يا استاذي، قلت له لما هو انت بتكلمني بعصبيه اكيد هو لازم يبقى عصبي. انت فاهمني قصدي ايه؟ ابوه عصبي فعلا يا دكتور، ابوه عصبي فعلا جامد. انت فاهمني؟ فاحنا نخلي بالنا وتقول لابوه انت قناه تلفزيونيه، انت ومامته الطفل يشرب منكم كل شيء، نظراتكم، كلامكم، حديثكم، انت قناه تلفزيونيه لابنائك، فاحرص على تقديم اجود السلوكيات عشان تلاقي ابنك كويس. ودلوقتي هناخد الاستاذ محمد. استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ محمد. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا، اتفضل. انا مش حضرتك، لو الزوجه يعني بتسمع كلام اهلها اكتر من كلام جوزها، واللي بيحصل في بيت جوزها بتنقله لبيت اهلها، واي صغيره وكبيره بتلاقي اهلها عارفينها عن بيتها، يعني الكلام ده يعني مع اعباء الحياه، مع الشغل، مع ان الواحد مشغول، كل ده الحاجات دي بتخلي الواحد يتعب نفسيا. اقول لك على حلول بس ما تزعلش مني؟ اتفضل. بص يا محمد، الكلام ده جميل جدا. في نوعين من النساء، في نوع لما بيلاقيش تفاهم وزوج بيسمعه بيضطر يتكلم مع حد تاني. فاهمني يا محمد؟ استاذ محمد يعني يعني بالراحه كده، طبعا اللي انت بتقوله سلوك لا ارضاه تماما، واي ست بتنقل اسرار بيتها لاهلها انا بقول تتدخل، يعني عدم تدخل الاهل ده من ضمن يعني من ضمن اسباب السعاده الزوجيه، عدم تدخل الاهل، لكن ان هي تنقل اسرار بيتها وتقول لاختها وتقول لاهلها، طبعا ده سلوك ارفضه، ويا ريت تكون سامعاني اللي هي بتعمل هذا السلوك. ان انت بتنقلي اسرار بيتك واسرار زوجك، اصلا ده لو سالته شيخ من المشايخ ده محرم شرعا، ماشي. لكن تعالوا بقى، انا دكتور نفسي بقى، على المستوى النفسي هذا يفقدك الثقه في نفسك اولا، ويفقدك الثقه في زوجك، ويجعل زوجك يعني بيجيله مشاعر سلبيه. عايز اقول لك على حاجه، بيفقد الثقه فيكي. وانا عايز اللي بيحصل ده بيخليني اكره، يعني بيخليني ما احبش ابص اصلا في وش اهلها، لان الواحده لانك انت بتحس ان انت عريان، بتحس ان انت شايفه كل حاجه،
صح كده؟ والدها لما ببقى قاعد معاه بيبقى عارف عني اخبار انا مش عارفها عن نفسي، يعني بحس ان انا يعني. طب انت علاقتك بيها ايه يا استاذ محمد؟ يعني بتتكلم معاها؟ بتحكي معاها؟ يعني نتكلم بصراحه. بتتلكك لي، يعني بحس ان هي بتتلكك لي، بحس ان هي بتسمع كلام ابوها مثلا اكتر مني، بحس ان هي بتسمع كلام امها اكتر مني. لو مثلا يعني موقف مثلا لو قلت لها مثلا اقعدي عند اهلك، فجت في يوم قلت لها اقعدي يوم وتعالي، تمام، قعدت كان في شبكه اختها، راحت قعدت من غير ما تستاذني. لا ما ينفعش. قلت لها عملت كده ليه؟ راحت رن على والدها، والدها جه خدها من البيت ومشي وانا في الشغل. لا يا محمد، بقول لها يعني لو يعني لو لو ابوكي مات تعالي استاذنيني الاول، قولي لي، رن عليا بالتليفون قولي لي ان والدك مات، وما تروحيش من غير ما تقولي لي. انا كده اخطات يا دكتور؟ يعني لا، يعني لا لازم طبعا تستأذنك. لا لازم تستأذنك يعني، بس بس يعني بلاش المثل التقيل ده قوي، ابوكي مات. يعني انا عايز اقول لك، طب انتوا مع بعض عندكم اولاد؟ يعني انا يعني ما انا برضو الموقف نفسه محرج، مش حلو الموقف، مش كويس حتى انت قدام اهلي. انتوا عندكم اولاد؟ عندنا اولاد. طب وانت، طب وهي في البيت معاك التعامل معاك عامل ازاي؟ بتخرجوا مع بعض؟ هل انت مثلا يعني، طب انا اقول لك على طريقه ممكن نعملها، يعني طريقه علاجيه يعني. واخد بال حضرتك؟ انت دلوقتي هتاخد مراتك في رحله مثلا، واخد بالك، بعيد عن اهلها، وتسافروا مع بعض لمده اسبوع. انت معايا؟ احنا جربنا الحاجات دي، خلي بالك، في تجارب يعني على اسر يعني. تاخد مراتك يا محمد وتبعد بيها عن اهلها. انت معايا يا محمد؟ طب ممكن اسمعك من التلفزيون يا دكتور؟ اسمعني من التلفزيون. اسمعني. حاضر محمد، سريعا كده، انت سريعا لازم ان انت تقعد مع مراتك وتفهمها الحاجات. انا شايف اسى وحزن من، يا ريتها هي تكون سامعانا. وانا هعمل الحلقه اللي جايه ان شاء الله عن تدخل الاهل في الحياه الزوجيه ممكن يعمل ايه. اولا لازم تحسسها بالخطر من ان هي ما تحكيش لحد، خدها في رحله بينك وبينها، شوف الضغوط النفسيه، هي عندها ضغوط نفسيه ونفسها تحكي معاك، اديها مساحه ان هي تتكلم معاك. اتكلم معاها وقول لها الحاجات دي بتضايقني، واحد واثنين وثلاثة، انا بحترمك وبقدرك، وانت ام عيالي، وانت اجمل حاجة في حياتي، فما تخلينيش ازعل منك، ولكن في نفس الوقت انا هحترم ارائك وهحترم اسرارك ونتكلم مع بعض. انا ما بحكيش لاهلي عن اللي انت فيه. بص يا محمد، عينك في عينك، وانت عينك تبقى معاها وانت بتكلمها، ولما تيجي ما تقولش لفظ جارح، كلمها باحترام وبتقدير، وشوف ايه اللي دفعها لكده. ممكن يكون عليها ضغوط نفسيه من ناحيتهم شديده جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، حاول تكافئها، اديها هديه، وقول انا هاخدك 5 ايام 6 ايام، روحوا في مكان كده مع بعض، اقضوا الوقت ده مع بعض، وحاول تبني علاقه جديده بس بالراحه، لان هو مش زرار النهارده ما تقوليش. وحاول ان انت تقلل في الاسرار بتاعتك معاها مبدئيا لغايه ما هي تتعود، ولازم تحسسها. انا للاسف الشديد الوقت داهمنا، ولان الاذان خلاص هيأذن، استاذنكم وان شاء الله التقي معاكم الاحد القادم باذن الله. ارجو ان احنا نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.